أزمة قديمة جديدة قوامها البشر الهاربين من جحيم الصراعات الداخلية والبحث عن مكان أفضل للحياة. موضوعنا عن أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية التي شهدتها هذه السنة هذا العام 2021. هذا حقيقي، أزمة اللاجئين شهدت خلال العام الحالي تدهور غير مسبوق. نتحدث هنا عن أفغانستان، اليمن، سوريا، العراق ولبنان. هذا بالإضافة للأزمة أيضا التي انفجرت عند حدود بيلاروسيا وبولندا وتحولت إلى فاجعة إنسانية راح ضحيتها العشرات من اللاجئين منهم طبع نساء وأطفال. طبعا بناء على هذه الظروف أظهر تقرير لمفوضية شؤون اللاجئين إحراز تقدم من حيث زيادة الدعم للبلدان منخفضة الدخل اللي تستضيف اللاجئين، وفي توسيع نطاق وصول اللاجئين إلى سوق العمل وأيضا التعليم. كانت الدول المانحة قد تعهدت مطلع الشهر الجاري بتوفير مبلغ قياسي تجاوز المليار دولار لدعم أنشطة مفوضية شؤون اللاجئين في عام 2022 وتمكينها من مواصلة برامجها الحيوية على مستوى العالم لمساعدة ملايين الأشخاص المجبرين على الهجرة أو الفرار. في العراق ومع وصول 16 جثة مؤخرا لضحايا الهجرة من الذين قضوا غرقا في بحر المانش، مع أيضا توقعات وصول لجثث ضحايا آخرين، يبقى الملف مفتوحا دون حلول حقيقية تتمثل في توفير فرص للعمل وأيضا للبيئة الآمنة للشباب للحد من استمرار الهجرة. لكل مهاجر قصة قد تختلف عن قصة غيره من المهاجرين، إلا أنها تتشابه في الغاية ورغبة الوصول إلى إحدى الدول الأوروبية. هوشنك أيوب واحد منهم، حاول الوصول إلى ألمانيا لمعالجة ابنته البالغة 4 أعوام ونصف العام من مرض الثلاسيميا فقر الدم لعدم تمكنه من الحصول على علاجها في العراق، إلا أنه فقد زوجته أثناء الرحلة في بحر إيجا بعد سقوطها من القارب الذي أقلهم من تركيا متوجها إلى إيطاليا ليعود بعدها مع ابنته إلى أربيل. اتخذت القرار مع زوجتي الراحلة بالتوجه إلى هناك لمعالجة ابنتنا بعد أن قدمنا أكثر من طلب للحصول على تأشيرة لألمانيا دون فائدة. بعدها توجهنا إلى تركيا على أن نذهب إلى إيطاليا بشكل غير قانوني، ولكن وقعت زوجتي في البحر وتوفيت بعد غرق القارب. قصة أيوب واحدة من قصص كثيرة لمهاجرين عراقيين بلغ عددهم نحو 10,000 مهاجر حاولوا خلال عام 2021 التوجه إلى أوروبا عبر بيلاروس بحثا عن عمل أو بيئة أكثر استقرارا وأمنا. وفي إطار محاولات الحكومة العراقية لإيجاد حلول لمشكلة هجرة الشباب التي تعاظمت منتصف هذا العام، قررت مطلع تشرين الثاني نوفمبر الماضي إغلاق قنصليتي بيلاروس في بغداد وأربيل. جاء ذلك بعد زيارات عدة لقادة الاتحاد الأوروبي للعاصمة بغداد للضغط على الحكومة باتجاه إيقاف الهجرة غير الشرعية من قبل الشباب والعائلات إلى دول الاتحاد الأوروبي. في عام 2021 هاجر 53,000 شخص من العراق وإقليم كردستان باتجاه الدول الأوروبية وقدموا طلباتهم للحصول على حق اللجوء، وهذه الإحصائيات للأعمار من هم فوق 18 عاما. تفاقم أزمة اللاجئين العراقيين الشباب والذين كان أغلبهم من إقليم كردستان دفع الخارجية العراقية إلى تسيير رحلات جوية من العاصمة البيلاروسية مينسك إلى بغداد وأربيل لإعادة الراغبين بالعودة الطوعية. وقد بلغ عدد العائدين وفق الخارجية العراقية أكثر من 3,800 شخص. لدينا مفاوضات وحوار مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة من دول الاتحاد الأوروبي والذي يتعاملون مع طالبي اللجوء من العراق. هناك مجموعات مختلفة في بعض البلدان طلبوا اللجوء ولكن طلبهم تم رفضه. مؤسسة القمة وهي منظمة غير حكومية مقرها الرئيسي في مدينة السليمانية أشارت في آخر إحصائية صدرت عنها إلى وفاة نحو 65 شخصا هذا العام خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا، فيما لا يزال مصير نحو 20 آخرين مجهولا لعدم العثور على جثثهم، في وقت ما زال هناك أكثر من 3,600 شخص عالقين على حدود بيلاروس مع بولندا ويرفضون العودة للبلاد. عبد الحميد زباري، الحرة، أربيل.
للحديث أكثر ينضم لنا محمد الكاشف، محامي وباحث متخصص في سياسات الهجرة وشؤون اللاجئين في منظمة مراقبة المتوسط. أهلا وسهلا بك سيد محمد. معدلات الهجرة ارتفعت في عام 2021 رغم الجائحة الصحية، يعني لو تختصر لنا الأسباب هذه الهجرة وما هي ظروفها؟ أولا صباح الخير. يعني هو طبعا زي ما احنا متابعين من خلال وسائل الإعلام المختلفة والتقارير الحقوقية المختلفة وبيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة العالمية، في ازدياد لنشاط الهجرة الرسمية وغير الرسمية بالمناسبة نحو الدول العالم الأول أو ما يطلق عليها دول العالم الأول والدول العالم المتقدم، وذلك برغم ظروف الجائحة الصحية والظروف العالمية وتشديد الحراسة ومراقبة الحدود. ويعني ده راجع خلينا نقول طبعا للأحداث اللي شهدناها في أفغانستان في عام 21 وتحول الحكم مرة أخرى للطالبان وخوف العديد والعديد من الأفغان المتعاونين أو القاتلين وما زالوا في أفغانستان ومحاولتهم للهروب واللجوء لأماكن آمنة، الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت تركيا ودول غرب آسيا، أماكن الصراع وأماكن الصراعات في دول حوض البحر الأبيض المتوسط أو دول خلينا نقول المنطقة المتوسطية، إذا كان في ليبيا أو في السودان والحركة التقلبات السياسية اللي موجودة في السودان أكيد، ولهذا أو يعني في أثيوبيا الذي ذكرته واضح إلى ذلك. هذا العام. وفي المقابل هناك تقرير مفوضية شؤون اللاجئين الذي نشر مؤخرا وتحدث عن تقدم من حيث زيادة أيضا الدعم المقدم للبلدان منخفضة الدخل التي تستضيف اللاجئين. في رأيك ما الذي تعنيه هذه الزيادة في دعم اللاجئين اليوم؟ طبعا الزيادة في دعم اللاجئين يعني هي مرحب بها ولكنها غير كافية، لأن إحنا عندنا أكثر من 136 دولة بتخدم عليهم المفوضية، ودائما ما تحتج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتبرر قلة الموارد، فطبعا مرحب به ولكن هو غير كافي، وهذا إدراك من الدول المانحة بضرورة زيادة المبلغ المخصص لدعم المفوضية السامية من أجل توفير الخدمات المختلفة للاجئين وطالبي اللجوء للتقليل ومواجهة نشاط الهجرة الغير رسمي. طيب ماذا عن برنامج وصول اللاجئين إلى سوق العمل والتعليم؟ طبعا دوت بيختلف من دولة إلى أخرى، يعني لما بنشوف في دول الشرق الأوسط بيختلف لما بنشوف دولة زي مصر أو تونس أو المغرب وهي دول عربية موقعة على اتفاقية اللاجئين وفي نفس الوقت هي دول معبر وكذلك دول لجوء وفيها العديد من اللاجئين، ولكن يخضع الموضوع دائما للقوانين الوطنية. فنجد في الدول الأوروبية هناك قوانين تناقش هذه العملية وتمنح الحق وإن كان حق جزئي ليس كحق المقيمين أو حق المواطنين لطالب اللجوء في التعليم وكذلك النفاذ إلى الحق في الصحة والرعاية الصحية وما إلى ذلك. نجد بعض الصعوبات في دولنا العربية وفي دول المنطقة المتوسطية من أجل إتاحة هذا، وبالتأكيد بيرجع دوت مش بس للأسباب التشريعية ولكن كمان للأسباب الاقتصادية المتفاقمة في تلك الدول. نعم. وطبعا من بعد أحداث الثورات العربية في 2011. نعم. وما زالت المجتمعات والأنظمة تعاني.
طيب أستاذ محمد، ابقى معنا بينما نتعرف الآن على خريطة مسارات الهجرة التي تسببت فيها أزمات العام الماضي، وعلى رأسها طبعا الضغوط الاقتصادية كما ذكرت التي دفعت الكثير من المواطنين في بلدان الأزمات للتفكير جديا في الهجرة. نعم، بس يعني واحدة من هذه الدول التي شهدت هجرة جماعية لبنان في عام 2021 بسبب أزمات متعددة، دفع السكان إلى تعزيز خيار الهجرة الجماعية بشكل شرعي أو حتى غير شرعي. تشير أحدث أرقام الإحصائيات إلى تسجيل مغادرة ما يقارب 80,000 لبناني منذ بداية العام 2021 وحتى منتصف الشهر الماضي. أحمد يتحضر لنيل شهادته في الدراسات الجامعية العليا بموازاة عمله، لكنه لا يتوقف عن السعي إلى الهجرة بحثا عن الأمان والاستقرار حسب قوله. أنا وغيري من هالشباب ما بدور أنا بجمع ثروة وأعمل، أنا بدور على دولة تحترمني كإنسان رقم واحد، تأمنني الأمان والاستمرارية والتطور. بعض الآراء في الشارع اللبناني تعبر بدورها عن رغبة أصحابها في مغادرة البلاد لأسباب عدة بعدما سبقهم كثيرون إلى هذا الخيار، وتقدر الدراسات غير الرسمية أن 63% من السكان يتوقون للهجرة. بدي ابني حياتي، بدي اشتري سيارة، بدي أسس عائلة، أعمل بيت، هاي كلها ما في فكر فيها. هجرت يعني أنه من قبل يعني تزوجت وسافرت لبرا، أنه أكيد مشان الشغل وفرص العمل. على وقع تفاقم الأزمة المالية تشير الأرقام المسجلة في المنافذ الحدودية اللبنانية وفي السفارات إلى موجة هجرة جماعية متجددة من لبنان تطال أعدادا كبيرة من مختلف المناطق والطوائف والفئات الاجتماعية حسب إحصاءات لمؤسسات خاصة. من الطبيعي أنه ترتفع أعداد المسافرين والمهاجرين، فوصلت حتى منتصف تشرين الثاني الماضي إلى 77,700 مقارنة ب 17,700 طيلة العام 2020. ونحن بعملية حسابية بسيطة نتبين لنا أنه عدد المهاجرين من 2018 حتى اليوم ناهز 220,000 لبناني ولبنانية، 70% هن من الفئات الشابة ما بين 25 و40 سنة. اللافت في الموجة الراهنة من الهجرة أنها تطال الموظفين الكبار وذوي الكفاءات العالية والمؤهلات التي تجعلهم موارد هامة للبلدان التي يقصدونها حسب خبراء. من أهم القطاعات اللي ممكن أنه تتأثر أكيد هو قطاع المعرفة، لأنه نحن بنعرف أنه قطاع المعرفة بلبنان هو الواعد أكثر شيء، بس كمان في العديد من القطاعات الأخرى مثل القطاع المصرفي، مثل القطاع الصحي، القطاع الصحي بخطر كتير كبير، مثل القطاع الخدماتي يلي عنده مؤهلات كتير كبيرة وعملت خليني أقول أو حددت وجه لبنان. لذلك أنا أعتقد أنه هذا الأمر أمر خطير جدا اللي عم بيصير. تضاف إلى أعداد المهاجرين المسجلين حالات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، وخصوصا في طرابلس وشمالي لبنان، وأعداد أخرى لا تزال تنتظر دورها للمغادرة. حسب الإحصاءات الرسمية بات أكثر من نصف السكان في لبنان فقراء، ما يشكل دافعا للهجرة الجماعية التي يحاول بعض الجهات على المستويين المدني والأهلي الحد منها ومن تداعياتها السلبية على البلاد. ويليام عزام، الحرة، بيروت. دعونا الآن نتعرف على خريطة الهجرة ومعدلاتها في العام 2021 وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. نبدأ باتجاه الهجرة بين القرن الإفريقي واليمن، وفي شأنه تقول أرقام المنظمة الدولية للهجرة أن هناك ما يقرب من حوالي 10,000 مهاجر إفريقي تمكنوا من الوصول إلى اليمن عبر البحر خلال النصف الأول من العام 2021، حيث يعتبر هذا الطريق ممرا إلى دول الشمال. هناك الخطوط البحرية عبر جزر الكناري التي تمثل طريقا جديدا للمهاجرين الأفارقة، ففي الأشهر الثمانية الأولى فقط من عام 2021 وصل إلى الكناري بحرا أكثر من 9,300 مهاجر، أي بزيادة قدرها 140% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. كما زاد عدد الأشخاص الذين حاولوا العبور عبر البحر المتوسط من شمال إفريقيا إلى أوروبا هذا العام بنسبة 58% ليصل إلى حوالي 76,000 شخص خلال النصف الأول من العام.
تركيا كذلك كانت نقطة تجمع أساسية للمهاجرين واللاجئين، حيث تجمع خلال العام الماضي الآلاف من اللاجئين خاصة من أفغانستان وسوريا والعراق ولبنان للعبور إلى القارة الأوروبية، سواء عبر البحر إلى اليونان أو من خلال اجتياز الحدود البرية في أوروبا الشرقية. كما اعتبرت الحدود البيلاروسية البولندية نقطة عبور للاجئين من آسيا والدول العربية باتجاه أوروبا، حيث اجتاز الآلاف الحدود البولندية قاصدين دول أوروبا الغربية. أما الحدود الأمريكية المكسيكية فتشكل نقطة عبور أساسية للمهاجرين من أمريكا الوسطى والجنوبية باتجاه الولايات المتحدة، وتم تسجيل تجمع ما يقرب من 1,300,000 مهاجر على الحدود بين البلدين منذ بداية هذا العام. بالعودة إليك أستاذ محمد، يعني نريد أن نتحدث هنا عن أزمة بيلاروسيا وبولندا، يعني عرضت اللاجئين لظروف قاسية، يعني ما هو حالهم اليوم؟ هل يمكن القول أنهم تجاوزوا هذه الأزمة؟ هو رجوعاً للأزمة، أزمة اللاجئين وطالبي اللجوء المهاجرين، هي لم تنتهي، الأزمة لم تنتهي حقيقة، وإن كانت الأزمة السياسية ونتاج المفاوضات السياسية هي في سبيلها للانتهاء، ولكن دعنا نقول يعني كما أشار الأستاذ إلى أعداد المهاجرين وأعداد طالبي اللجوء الفارين من مناطق النزاعات، من المناطق المنكوبة اقتصاديا واجتماعيا، نحو الأمل، نحو التوقعات التي يسعون إليها، التوقعات التي يسعون لتحقيقها. للأسف أن الأزمة ما زالت قائمة، للأسف أن الحدود البولندية أو الحدود الأوروبية من الجانب البولندي تم عسكرتها، والإقامة الآن بعد أعياد الميلاد هناك النية لإنشاء ذلك الحائط ما بين بولندا وبيلاروسيا، واستخدام اللاجئين كورقة ضغط سياسي لتحقيق مآرب وأهداف سياسية كان واضح جدا. فهو للأسف الأزمة لم تنتهي، ولكنها توارت بعض الشيء عن الأنظار. طيب لو تحدثنا عن أزمة اللاجئين بشكل عام حول العالم، إلى أي مدى نجحت سياسة الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة في احتواء هذه الأزمة؟ للأسف هي محاولات غير ناجحة، ومحاولات لا تعالج الأسباب الرئيسية التي تدفع اللاجئين وطالبي اللجوء للفرار من أوطانهم، والدليل على ذلك ازدياد الأرقام بالطراد في جميع مناطق وجميع الحدود. يعني زي ما حضرتك ذكرت، هناك في غرب إفريقيا طريق جديد عبر الكناري، ده بجانب الطريق غرب المتوسط ما بين المغرب أو الجزائر وأسبانيا وفرنسا، الطريق البحر المتوسط الأوسط من دول ليبيا وتونس هو في ازدياد مطرد. بنشوف النهاردة الجنسيات الإفريقية من دول جنوب الصحراء بيتفتح خط جديد أو طريق جديد على الحدود البيلاروسية البولندية، ده غير الطريق اللي موجود أصلا من تركيا إذا كان عن طريق نهر إيفروس أو عن طريق بحر إيجا. فللأسف هي محاولات غير ناجحة. أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح، الأستاذ محمد الكاشف الباحث المتخصص في سياسات الهجرة وشؤون اللاجئين في منظمة مراقبة المتوسط، شكرا لك.